أستاذ محمد، يعني أنت من سئلة ضيفك قلت له 8% أو 9% هي ميزانية الإقليم و92%، هو ما يقدر ينفي أنه هذا الرقم هو رقم صحيح. بالنتيجة موازنة الإقليم بالنسبة للموازنة الكلية العراقية هي بالمناسبة يمكن أقل من 7%، وبالتالي أنت مركز وقتك وتركيزك كله على ال 7% وعايف ال 92% و93%، وهذا أمر معروف يعني احنا تعودنا عليه من سنوات عديدة. لكن خلي اجي وياك ووفق ما قال الاستاذ الكريم، اولا يعني مساله المنافذ الحدوديه الغير منضبطه، يعني انا اسال هل المنافذ الحدوديه في باقي مناطق العراق مسيطر عليها بشكل كامل و100%؟ انا متاكد بانه هذا الاتهامات او هذه الاتهامات اللي على اقليم كردستان هي اقل بكثير كثير مما يحدث في المنافذ الحدوديه في المناطق الاخرى من العراق، هذا جانب. الجانب الثاني، حكومه اقليم كردستان مع حكومه الاتحاديه، ومنذ يعني على الاقل انا ما اتحدث عن فترات سابقه، اتحدث عن كابينه السيد مسرور بارزاني، الوفود اللي موجوده والمباحثات اللي موجوده سواء في عمليه منافذ الحدوديه، في موضوع الجمارك، في موضوع المطارات، في موضوع الموارد الغير نفطيه الاخرى، كل هذه الامور اكو اجتماعات مستمره واكو قرارات واكو اتفاقات مشتركه، اكو ضبط لهذا التسيب اللي ممكن يعني الاتهام اللي هو بدون دليل على اقليم كردستان ما موجود بهذا الشكل. انا ما اقول لك احنا مسيطرين 100%، يعني حدود تعرف حدود كبيره ومن منافذ، يعني احنا محاطين بايران وباكثر من 1000 كيلومتر، محاطين بتركيا، محاطين بسوريا، فهذه الحدود هي مو من السهوله انه تقول، ولا حتى اكو حدود بالعالم كله انه تقدر تضبط 100%.